إنها المرة الأولى منذ عام 2007 تاريخ سيطرة حماس على قطاع غزة التي تنجح فيها الوساطة في تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين وفق جدول زمني. حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق في غزة على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال 5 أسابيع استنادا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة. هذه بشرى نزفها لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام. في الشارع الفلسطيني قلق لدى الفلسطينيين من المصالحة وعليها، فهم اختبروا في السنوات الماضية تجارب مشابهة لم تؤدي إلى نتائج ملموسة. أتمنى أن تكون هذه المرة جدية. من غير المأمول إنجاز ملف ما يسمى، خلينا نقول نحكي بين قوسين، ملف المصالحة بحيث يرتقي إلى طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني. المخاوف على المصالحة تبدو مبررة، فمقابل الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني تعثر في المفاوضات مع إسرائيل تزامنا مع إعلان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة كانت مقررة الأربعاء في أول رد سياسي على الاتفاق الفلسطيني، وكأن إسرائيل تخير الفلسطينيين بين السلام في أرضهم والمصالحة فيما بينهم.